الخواطر دي هتبقى مبادرة اسمها معلقة سكر. يعني ايه معلقة سكر؟ يعني احنا ملاحظين في الفترة الأخيرة في أزمة سكر، خلاص ماشي مفيش مشكلة، احنا مش هنقف بقى مكتوف الأيدي في الأزمة دي. عايزين نوفر يوميا 900 طن سكر. هقول لكم توفرهم ازاي. يعني انا متعود، انا عندي اسره مكونه من 5 افراد، كل واحد بيستهلك تقريبا مثلا 5 معالق. لو وفرناهم وخلينا استهلاكنا 4 معالق مش 5 معالق، بدل ما هم 4 معالق هنوفر على الاقل 10 جرام يوميا في 55 جرام، في 90 مليون. وحد هيقول له طب ما الاطفال ما بتشرب سكر. لا، الاطفال بتشرب سكر في اللبن، بتشربه في الحلويات، بتشربه في اي حاجه. طب وفي ناس تانية عندها سكر ما بتشرب سكر. عموما استهلاكنا في السكر كتير. يعني احنا حتى في هنتكلم على موضوع السكر، لان في 3 حاجات سموم بيضاء موجوده الاطباء عارفينهم على راسهم السكر. سموم بيضاء، حد يقول لي يا راجل السكر سموم بيضاء ازاي؟ هقول له اه، كتر السكر مضر جدا، بيساعد على السمنه بصوره غير طبيعيه، وحاجات كتير قوي. انا مش بتكلم على اي حاجه وماليش في السياسه خالص يا جماعه خالص، لكن انا بتكلم ان انا مبادره ان احنا نوفر يوميا على الاقل 900 طن سكر. في خلال شهر مش هيبقى في ازمه سكر في مصر بجد، لو حسبناها كده وخبراء الاقتصاد اللي هم قاعدين دلوقتي يحسبوها هيلاقوا ان المبادره دي لو كل فرد وفر معلقه سكر من اللي بيستهلكه يوميا هنوفر على الاقل 900 طن في اليوم، لان احنا 90 مليون في معلقه في 10 جرام، احسبوها كده على الاله الحاسبه هتلاقوا كلامي صح. وانا عامه كل يوم هيبقى في يوم في الاسبوع هشتغله من غير سكر خالص عشان ابقى مساهم في المبادره. والله كمان مره انا يعني السكر اللي بيتباع في المجمعات والكلام ده لا بقف على طابور ولا باخد منه. ليه؟ لان انا حاسس ان في ناس كتير جدا ما بتوصلهاش، فعايزين نوصله لهم السكر ده. فجت لي الفكره دي، يا ريت تشاركونا فيها. او انا